دكتور عبد الباسط منورنا في برنامج صباح البلد. صباح الفل. يا اهلا وسهلا بيك. صباح الفل يا استاذه. يعني اولا عايزه احيي حضرتك على فكره المطعم والمكان، واحنا جايين النهارده بقى نعيش كده في رحله هنا في مطعم في الظلام. احكي لنا عن الفكره، جات لك ازاي؟ والله اهلا بيكم الاول، واهلا بالساده المشاهدين، ومنورنا ان شاء الله، وان شاء الله يعني تبداوا معانا اليوم بفطار كويس جوه المطعم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني احنا الفكره هو بطبيعه الحال انا مقدم برامج تلفزيون من فتره طويله، وبسافر دول كتير جدا لعمل ريبورتاجات وتحقيقات إعلامية خاصة بزاوية الإعاقة على مستوى العالم يعني. فكان من ضمن سفرياتي في لندن زرنا المطعم وشفناه واتفرجنا عليه، كان لدون لنوار، شركة دون لنوار الفرنسية. جبنا عنوانهم وتواصلنا مع الشركة، وبالفعل قررنا ان احنا ننقل التجربه دي هنا في جمهوريه مصر العربيه انا ومحمد ابني. والحمد لله نقلناها هنا، ويعني لقت قبول واستحسان من الشعب المصري او بعض الناس في مصر. وطبعا الاجانب لما بينزلوا كمان بينزلوا بيجوا عندنا هنا زيارات كتير جدا. جميل فعلا. بدا يبقى في ناس تيجي واقبال على المكان وسمعوا عنه اول ما بداته، اول ما فتحته. والله هو اول ما بدانا طبعا ما كانش بالشكل المطلوب، ولكن بعد يعني زياره الاعلام والصحافه وكده بدات الناس تتكلم وتعرف، فبدات الناس تزورنا. وطبعا جت كورونا عطلتنا شويه، ولكن يعني الحمد لله بترجع الدنيا وبيجينا يعني ناس من بره مصر وناس من مصر، والدنيا ماشيه الحمد لله. نوعيه يعني الناس دكتور عبد الباسط اللي بتيجي اجانب مصريين؟ لا، هي النوعيه الاكثر اجانب، ولكن المصريين نوعيه معينه اللي هم المثقفين قوي اللي هم فاهمين بعد التجربه، لان التجربه مش مجرد حدث ان هو مطعم في الضلمه يعني. لا، هم بيبقوا فاهمين عمق التجربه والمقصود من التجربه، فبيبقى عندهم نوع من انواع الثقافه الزايده ان هم يقدروا بييجوا هنا عشان يعني يكملوا او يوصلوا للشيء اللي هم عايزينه الخاص بثقافتهم يعني. ده بقى ياخدنا للسؤال المهم جدا، هدف المطعم ده ايه يا دكتور عبد الباسط؟ والله هو له اهداف كتيره جدا يعني. هو اول حاجه طبعا احنا بنحاول ان احنا نعملها هو انه الانسان يعني يعرف قيمه نعمه البصر اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له. في ناس كتير تقول لك يعني لما يعني من ضمن الكومنتات اللي بتنزل على صفحتنا او على صفحه بعض المذيعين اللي بيعملوا، يقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الاكل في الضلمه. احنا بنقول لهم يا جماعه مش المقصود ان احنا ناكل في الضلمه، ومش المقصود ان احنا نعيش في الضلمه، لكن احنا هنا دي تجربه لمده دقائق بيعيش فيها البني ادم، بيفقد فيها البصر لمدة دقائق، يعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، يحمد ربنا على هذه النعمة. دي أول حاجة يعني. الحاجة الثانية احنا بنتكلم على انه بنوجد فرص عمل للمكفوفين، لانه المكفوفين طبعا عارفة انه في العمل في ناس كتير ما بتقدرش تقبلهم يشتغلوا معاهم. فاحنا بنحاول ان احنا نوجد لهم فرصة عمل، ويكون مجال جديد اللي هو مجال السياحة، لان مجال السياحة ده مش للمكفوفين خالص. فاحنا عملناهم مجال جديد طبعا، مجال جديد يبدأوا يشتغلوا فيه طبعا. حاجة كمان هو بيحس بقيمة نفسه، قوته، بيحس ان هو بيعمل حاجة، بيحس ان هو بيقود بدل ما بينقاد، لان احنا بنبدل الادوار، هو بيصبح جوه القاعه هو المبصر والمبصر هو الكفيف. صحيح. فبيتم هنا تبادل. صحيح. الادوار، فبيحس هنا بقيمه نفسه. كمان حاجه مهمه جدا ان انا كبني ادم عادي بدخل اي مكان او بستخدم اي حاجه، اول حاجه بستخدمها عليا البصر. احنا هنا في المطعم ده لا، البصر ملغي خالص، فبنبدا نحرك اربع حواس تانيين خالص احنا ناسينهم، اللي هو اللمس والسمع والشم والتذوق. ببدا اتحسس على الترابيزه عشان اعرف مكان الاكل، ببدا اشم اشوف انا هاكل ايه، ببدا اتذوق طعم الاكل ده ايه. الغرفه يعني جوه ضلمه تماما يعني، حضرتك ممنوع طبعاً. أيوة. الموبايلات، ممنوع اي حاجه فيها، اي حاجه بتسيبوها. وحضرتك هتشوفي دلوقتي وانتوا داخلين انه
كل متعلقات خاصه بالبينا ممكن تعمل اي ضوء ممنوع لانها معمول ضلمه بطريقه هندسيه يعني. فطبعا هنا احنا بنحاول نحرك الحواس الكامنه اللي احنا بنستخدمها. انا ما باكل في العادي ببص على الاكل، ببص على الاكل بشوفه خلاص باكل. هو بيقول لك العين بتاكل قبل البطن قبل يعني بالظبط. فاحنا هنا لا، هنا العين ما لهاش دعوه بالموضوع خالص. وطبعا انت بتعيشي تجربه عايشها واحد العمر كله يعني. انت بتعيشي تجربه لمده دقائق عايشها واحد او واحده العمر كله. العمر كله عايش في الضلمه، بياكل في الضلمه، بيشرب في الضلمه. كمان من ضمن الاهداف المهمه جدا انه انت كلو مسؤوله بتخرجي من هذا المكان بتشوفي انا اقدر اعمل ايه للناس دي، انا اقدر اخدمهم ازاي، اقدر ان انا ما اجرحهمش ازاي، اقدر ان انا اتعامل معاهم في اللي هم عايزينه ازاي. حاجه كمان ودي برضو من الاشياء الاساسيه جدا طبعا، انه حضرتك بتتعاملي وبتتغير فكرتك عن الكفيف. الفكره اللي انت واخداها ان هو مجرد ان واحد ما بيشوفش، لا، انت شفتي امكانياته، شفتي قدراته، شفتي ابداعاته، شفتي تميزه. ففكرتك بتتغير عنه انه انسان عنده مقدره، عنده طاقه، بس تهيأ له الفرصه ان هو يعيش. حاجه كمان مهمه جدا، انت بقى كانسانه عاديه عندك طاقات كتير جدا انت ما تعرفيهاش. لما تفقدي جوه البصر لمده دقائق بتطلع عندك حاجات تانية جديدة انت ما كنتيش عارفاها. حقيقي طبعا. ممكن حقيقي. يطلع عندك حاجات في الرسم، وممكن يطلع عندك حاجات في الدومنة، في اللعب، في الموسيقى، في ابداعات كتير جدا ممكن تطلع عندك، تخيلات كتير جدا ممكن تطلع عندك، لان انت هنا يعني مش بتشوفي يعني بمزاجك، انت هنا بمزاجك بقى مش عايزه تشوفي. ولو بمزاجك، لما يكون بمزاجك مش عايزه تشوفي احسن لما تكوني ما بتشوفيش غصب عنك. لما ما بتشوفيش غصب عنك بتتأزمي، تعمل لك ازمه. لكن لما ما بتشوفيش بمزاجك، انت هنا بتبقي عارفه انها فتره مؤقته. فبسرعه بتطلعي الحاجات اللي عندك وبتطلع الحاجات اللي عندك، لانك عارفه انك بعد ما تخلصي من هنا هتخرجي الدنيا هتبقى عاديه جدا. عكس بني ادم اصلا عارف ان هو خلاص مش هيشوف، ممكن تيجي له عقده. كمان تقدري، او الباحثين او الدارسين يقدروا يعالجوا، لو جم خاضوا التجربه يقدروا يعالجوا المكفوفين بشكل نفسي صح. يعني عشان هم في الاخر خاضوا التجربه بالظبط، وعارف ازاي يتعامل، عارف ازاي يتعامل معاه نفسيا، عارف ازاي ان هو يقدر يخرجه لو هو مأزوم او عنده مشكله نفسيه من حالته او من ظروفه. يقدر ازاي يخرجه من هذه الحاله والظروف. فدي حاجات من ضمن الحاجات اللي احنا ايه بنعملها هنا في المطعم يعني.